السيد رئيس الجمهورية. السادة الأعضاء، بتاريخ 18 من شهر ديسمبر الماضي صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2023، والذي تضمن في مادته الثانية إعلان فوز فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية. السادة الأعضاء، إعمالاً لنص المادة 144 من الدستور، يتفضل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.